السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الماء على الأرض جمد وخلق الخلق فأحصاهم عدد، وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الإخوة، هذه الدقائق الثانية دقائق الحقيقة نتكلم فيها عن لذة فقدها بعض الناس، بل بعض كثير من المسلمين قد لا يجد لذتها لأنه لم يمارسها، وهي عبادة بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، بل يبدأ بها الأنبياء جميعا من لد نوح أول رسول للأرض حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه اللذة التي فقدها كثير من المسلمين لذة الدعوة إلى الله، لذة ربط الخالق بالمخلوق، لذة توجيه الناس إلى خالقهم وبارئهم، لذة دلالة الناس على الخير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لمحمد: ادعو إلى سبيل ربك، وأمره أن يقول في آخر سورة يوسف في آية 107: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: الواو هنا واو للعطف، كل من ادعى اتباع محمد لا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه محمد. بل إن الله سبحانه وتعالى سمى الدعوة من الجهاد في سورة الفرقان في آية 52، قال الله تعالى لمحمد: جاهدهم به جهادا كبيرا. قال العلماء: هذه آية آية مكية نزلت في مكة ولم يؤمرهم بالجهاد، لأن الله قال لمحمد سبحانه وتعالى في كتابه: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي لم يؤمر بالجهاد في مكة، بل أمر هنا الجهاد كما قال ابن القيم جهاد الدعوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، أي بين لهم أحكام الله أحكام القرآن، بين لهم عظمة الله في القرآن. فكانت دعوته في مكة 13 سنة دعوة إلى الخير، ربط الخالق بالمخلوق، توجيه الناس لبارئهم. ما أجمل هذه اللذة، لماذا؟ لأنك ستجد صداها في قلبك، لأن الداعي الله تأتيه صفة قد تكون مفقودة في كثير من المسلمين. ما هي الصفة؟ صفة الرحمة. فلذلك عندما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلعن المشركين، إلعنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بعثت لعانا، إنما أنا رحمة مهداة. وهذا مصداق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا ماذا؟ أن ستقول أيها المشاهد الكريم، ستكمل الآية بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، رحمة للجن، رحمة للإنس. فلذلك ما أجمل أن تجد هذه اللذة متى ما تحرك في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله، قد يسمع واحد يقول: أنا لست عالما، لست خريج الأزهر، لست خريج الجامعة الإسلامية، لست خريج جامعة الكويت الشريعة، لست. لا يا أخي، ليس شرط في الداعية والمبلغ عن دين الله أن يكون عالم. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في جهنم. فالشاهد من الحديث قوله بلغوا. اسمعوا ماذا قال العلماء بثواني الحقيقة، لأن الدقائق قصيرة جدا. بلغوا عني ولو آية، ثلاث نقاط. اسمع ماذا قال العلماء: بلغوا تشريع تأكليف، بلغوا تكليف، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلفني وكلفك، بل وكلفك يا أيها الأخت المسلمة، لأن الداعي إلى الله لابد يكون هناك كذلك داعيات إلى الله، كما أن هناك أمر معروف أن المنكر دعوة الله للرجال كذلك النساء. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فذكر المؤمنات. فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا، هذا تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم. عني هذا تشريف، بلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم أجرا من طاعته للشمس، تكليف ثم تشريف ثم تخفيف. عني ولو آية، أمي الله يمتع بها ويطول بعمرها، قول أمين، قول يا مصورين أمين. والدتي موجودة عمرها فوق 70، ولا تقرأ تكتب، وعامية، والله إنها داعية إلى الله. كيف داعية إلى الله؟ اتصلت علي إحدى الفتيات وتريد أن تنتحر وضايق صدرها ومهمومة وقررت اليوم الانتحار، فاتصلت علي. قلت: والله يا أختي هذا ما يرضي الله ورسوله، بل حتى العوام، أنا مستعد أعطيك أمي عامية لا تقرأ ولا تكتب وقولي لها بهذا النص أنني سأنتحر. قالت: لا يا شيخ أستحي أخاف. قلت: اسمع خذي. فتحت سبيكر وفجأة صوت أمي في صوتها مشترك: هلا يا بنيتي، هلا يا خالة. استحت البنت، تكلمت قليل 5-7-10 دقائق، فعندما شرح الله صدرها البنت بكلام الوالدة والله وبالله أخذت الجوال منها، فقالت: يا شيخ أمك ما شاء الله مثلك شيخة. قلت: والله شيخة مثلك من دون لحية. فصارت أمي تحدث هذه البنت وهي عامية لا تكتب، ولكن صارت داعية. ليش؟ لأن الإنسان يجد لذة الدعوة متى ما تحرك. والله وبالله وتالله أقول لك يا أخي المسلم، أقول لك يا أخت المسلمة، أقول لك يا أخي المشاهد، أقول لك يا أخت المشاهدة، جربي لذة الدعوة يا الله، جربيها والله سجدتها. وبالقابل نقطة مهمة في آخر الكلام: إذا جربت لذة الطاعة قد تجد مصادمات، قد تجد من يبصق في وجهك. وأختم وأقولها وأكررها: عند الإشارة شاب مشغل أغاني ويرقص ديسكو ويهز، فقلت له كذا بصوت كذا بإشارة، صوت هادي ومن بعيد هو بعيد، قلت له كذا وش معناه نصور؟ يعني قصر الصوت، صوت الديسكو. فقال لي يعني كذا مطوع تفل علي. فعندما تفل علي لابد أرد بالحكمة، فعندما تفل علي وبصق علي كيف أرد عليه؟ أدعو في ربك إيش؟ بالحكمة. فيوم قال لي كذا تفكت له
يوم أعطيته البوسة استحى وانكسف وتفشل وتغير وجهه واحمر وتعذر بحركاته. يوم قلت له كذا استحى الولد الشاب فصار يقول لي كذا صرت أقول له. فصارت محبة وصحبة وتصاحبنا وصدقنا وحضر محاضرتنا والله وبالله وجدنا اللذة. فأقولها وجدت اللذة. تجدين أخت المسلم اللذة؟ تجد أخت المسلم اللذة؟ لذة الدعوة الله. فأقولها وبصدق وبمحبة وبنصف لك وأشهد الله على ذلك. جرب لذة الدعوة، جربها ستأنس بها، جربها سينشرح صدرك بها، جربها سيأتي في قلبك الرحمة مو على المسلمين والله الرحمة على العالمين كما قال محمد ربه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جربتها.